أبرم بروتوكول تعاون بين مركز تحكيم كلية الحقوق بجامعة عين شمس ومركز كيمت للتحكيم الدولي لمنح الدبلوم المهني في التحكيم الدولي والدبلوم المتقدم المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويعد هذا التعاون العلمي الأول في عالمنا العربي الذي يمنح الدبلوم المهني التدريبي والدبلوم المهني المتقدم. حضرنا اليوم لتوقيع بروتوكول التعاون الأول بين مركز التحكيم بكلية الحقوق جامعة عين شمس ومركز كيمة للتحكيم الدولي في الدبلوم المهني التدريبي والدبلوم المهني المتقدم. في هذا التعاون المهني العلمي اللي احنا كمركز كيمة بنفخر وبنشرف بيه، ان احنا نعمل هذا التعاون بين القطاع الخاص وبين المؤسسات الحكومية الكبرى.